لذلك تعرف الأمين العام المساعد السابق تحت شغل عبيد الماكينة معروف عبيد سيد الوزير السابق قيس سعيد همشنا وتخلى عنا رغم أننا دعمناه. يكتب السيد عبيد شنو يعمل رواية شنو يكتب يبكي شنو نعمله نعمله عندي ما نقول لك مش فاهم شخص سعيد. والله ساعة ساعة تضطر العبارات ساعة ساعة شخصية مفكرة أو سعبيد مش نب خلاك تخليك تمشي الأبو نواس وتمشي راو سعبيد راو مفكر مش من الناس الصادقين بالصادقين الحقيقيين ويفكر الحق أيه يعني يلا غالب ما نقدرش نجراهم في ثم مشاهد ثم كلام ما تقدرش تعبر عليه إلا ما تغوص والغوص معوش بتاعنا هذا إلا خويا حسين أنا كما قلت عندي مدة أنا نتبع نعمل في الدراسة ربما إن شاء الله مش دراسة شبه تقرير هيك وكذا على حزام قيس سعيد. حزام قيس سعيد رو يختلف. قيس سعيد الآن ماشي ويتخلص من حزامه القديم الرجل ويصنع في حزام بكر. يبدل في الثوب يا أخي؟ لا لا هذا تقرار. من الشباب اللي معاه اللي 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 مرافقينه على مدى تم انا تم لقيت بعض مجموعه مرافقاته من 2013 نعم حديثه مش نوع من ضمن الاحاديث اللي دونتها انا انه المجموعه هذه ويقصد على زهير المغزاوي والرحمه المجموعه هذيك المجموعه هذه لابد أن تتوقف على تأييد ومعناها وكلام فيه جيد في الرئيس وكذا وكذا وإلا على الرئيس أن يوقفها لأنه قاعد تضر فيه أكثر ما تنفع فيه. إذن قاعدين تحطوا على حرب أحزمة وقاعدين تحطوا على قيس سعيد تدريجيا لو كان حتى أنت من غير ما تمحر لو كانت تلقي صورة وتحط في ذهنك تو تشوف قيس سعيد كيفاش بدا يتخلص من الحزام هذا اللي هو عبء اللي هو حزام مجرب قبل وخذا منحى ارتزاقي حزام مرتزق فهو يحتاج الى حزام بكر ما يحتاج الى حزام ملوث نقول نصر الدين كل يدعي وصلا بليلى كيفاش وليلى لا تريد ذاك ولا ذاك مع سعيد زاهد فيهم اي لا سعيد حاجته بالحزام الاخر أنا تو نعمل حلقة إن شاء الله ونحضر عندي تقييم نواج نعم نحضر الـ 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 على الأقل الغوص اللي عملته هذا باش تشوف طبيعة ملامح الكتلة الحقيقية تدعم سعيد خليني من البابوش خليني من الارتزاق على خاطر ثم تصريح سابق أنا حقيقة متابع لعبد البريكي لأنه هو النواة المثقفة هو انتهازي مش انتهازي توصيف آخر أخلاقه إنما هو من الناس الداعمين وأكثر مرة مررنا له إحنا المقاطع سيد عبد البريكي سابقا برر كل ما وقع منذ 25 جويلية قال كان عليه أن يقع ذاك لكن لازلنا تو نتعدوا المرحلة ما بعد لكن المشكلة سيد عبيد هاو ما جا رمضان كان جا روحه مش فاك الجماعة اللي مش تعدوا كلهم هو عبيد هو شوف يا أخويا حسين راك تتبع حركة الشعب والوطن وشوية الحواشي الأخرى حركة الشعب راه مازالوا الصادقين مازالوا ثابتين أيه لا حتى هو ثابت مؤتمر أنت حضرت مؤتمر بتاعه لا ما حضرتش مؤتمر بتاعه الشبي موجود والناس في القصرين تضرب خطر عندهم قيادات جهوية في الحبس والشبي تم وهو كيف في مديح قيس سعيد و25 جويلية لهم زرخت فقط هم كلهم حتى راه زهير المغزاوي نفسه يقول في الكلام هذا ولكن بطريقة أخرى شنو هما قلقوا بدون يتبلبلوا هما عندهم إشكالين يا أخوي حسين تم إشكالين الإشكال الأول أنه قيس سعيد ما عملش الجرعات المطلوبة اللي عملها بن علي من 91 ل 93 في عملية الاستئصال اللي حبوها هما سعيد ما عملية بطيئة جدا وقالها حتى عبو قالها وقت ده الحاجة الثانية أنه سعيد بطاقة ياسر في إدماجها بطاقة ياسر في الالتفات لها ما تلفش لها مخلاص وبدت الناس توسوس وبدت الناس تفهم اللي ما هوش مش هتلفت ليك ياسر الدين لأن الوقت سريعا هاو ثم دي بلاس فاكون سمحني
في اكثر من 8 ولايات من غير والي، ثم قناصل، ثم سفراء، ثم وزراء. علاش ما مش يوكل؟ طبيعه التحالف السياسي يعين بما انهم الصادقين الثابتين، وسعيد يقول لا اعين الا الذي لا تشوبه شائبه. علاش ما عينش الحزام تاعو؟ انا حزام تقصد فيهم عبيد وحكت الشعب و... يا اخوي حسين، يا اخوي حسين، قيس سعيد راهو اعطى اشارات واضحه. فقط قيس سعيد الناس اللي تحبوا ياسر وتلعق ليه ياسر وشاده ليه في السروال من اللوطه ما يسبهمش. ولكن شفنا وش قال في عبو، وقت العبو، وقت محمد عبو، وعبو كان 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 من منظرين تاعه، بعدين خدا عنده شخصيه شوي وخدا مسافه شوي وكذا، رجع لي قالوا انت من مجموعه الاخرى، انت مكبر عشريه وانت مكذا. قيس سعيد حسبهم الكل كيف كيف. لكن تو عم زعم قيس سعيد ما يعرفش العبيد البريكي كان يتسلق ويبوس في اليدين باش يولي باش يبقى بعض اشهر وزير، هو عارفه من المنظومه القديمه. اذا هو قيس سعيد مصنف منظومه قديمه، فقط انت ما زلت شاد لي في رجلي وتلعق لي في الحذاء، ما ضربكش ما دزكش. وقت يقلق بك ياسر ويعرف باش يضره، ويعرف التمسكن والتمسح نتاعك باش يضره، تو يعطيك. اذا فقط القضيه مساله وقت. اما كيفاش يقربك؟ كيفاش يقرب منظومه العشريه القديمه؟ انت بالعشريه راه ثم ناس، راه ثم ناس العشريه ما عندها ايجابياتها وسلبياتها، العشريه ما عندها نتوءاتها، نعم، ما عندها علاقه. اي بدا بريكي والمجموعه هذيا من العرق، من الفضلات تاع العشريه، كل عشريه تمشي الحمام، بدا بريكي من الحمام تاع العشريه. إذا ما نفهم الأمر هذا، وقيس سعيد فاهم الأمر هذا، والمجموعة لو كانت تشوف الشباب اللي يخدموا معاه، المجموعة اللي تخدم معاه، فاهم الأمر هذا وتحقد عليهم حق يحقرهم. والله يا أخويا يا حسين، لما تقرأ كيفاش يحقروا فيهم وشنو العبارات يقولوا فيها عليهم، شيء عجيب، شيء قزز. هاو